من نعم خلال ناصر، نحن يعني خراطيم في هذه وأنابيب. يتم اللحظات، اسمح لنا على المقاطعة ناصر، في هذه اللحظات فصل تبدأ المركبة دراغون عملية الانفصال عن محطة الفضاء الدولية. إذن جرى قبل قليل تحرير الخطافات الاثنى عشر التي تربط المركبة الانفصال. عمليات الاحتراق وحيث يتم انتهاء عمليات الاحتراق. ومع عملية الانفصال الناجحة من المتوقع بأن عملية الانفصال سوف تنتهي وتبدأ عملية العودة في تمام الساعة 3:05 بتوقيت الإمارات، ونحن بالطبع ننتظر التأكيد من الجانب الآخر. نعطي الكلمة لجاري وليا. شكرا لك على فعلا أعطائنا هذه المعلومات. الانفصال كان في الوقت المحدد 3:05 بتوقيت الإمارات، ويمكننا أن نرى هذا الصورة التي تبين لنا الرحلة فوق محيط الهادئ. بإمكاننا أن نرى أيضا في الوسط المركبة، ويمكننا أن نرى الضوء الأخضر وأيضا عمليات الاحتراق التي هي واضحة من خلال اللون الأحمر، فبالتالي قد تم الابتعاد عن محطة الفضاء وبعد انتهاء عمليتي احتراق دخول المدار والانفصال من النطاق صفر. هذا سوف يعني بأن المركبة سوف تدخل في الغلاف الجوي، وهي عند مسافة كافية 200 متر تقريبا من المحطة، محطة الفضاء الدولية. ونحن بالطبع سوف ننتهي من مرحلة احتراق دخول المدار الأولى التي سوف ترسل المركبة دراغون إلى الخارج. ترون كيف أن مسار دراغون سوف يعني بأنها سوف تكون في مسافة أعلى من محطة الفضاء، وبعدها تبدأ بخفض سرعتها إلى حين الوصول إلى المرحلة الثانية لاحتراق دخول المدار، مما يعمل على تغيير ارتفاعها حوالي 10 كيلومترات أقل أو أدنى من محطة الفضاء الدولية. ولهذا المسار ولكي يصل إلى موقع الهبوط في فلوريدا، فإن المسار يسمح لخمس عمليات احتراق، فسوف نرى بأنها ستتم خلال 17 ساعة القادمة. من المتوقع أن تكون عمليات الهبوط عند 8:07 بتوقيت الإمارات بعد رحلة تستغرق 17 ساعة. عملية الانفصال تستمر، والمسافة وصلت إلى حوالي 78 متراً.